ومعنا مشاهدينا الكرام من الدوحة الأكاديمي العراقي أحمد كسار. مرحبا بك سيد أحمد. بداية، وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أكدت أنها باقية في العراق لأكثر من 20 عاما، كيف تقرأ هذا الإعلان؟ الحقيقة الاحتلال ما جاء ليخرج بهذه السنوات المسرعة وتقليله من الوجود العسكري كان وراءه أنه ثبت قواعد مهمة في من شمال العراق إلى جنوبه، وكذلك إشرافه المباشر الحكومة والعملية السياسية الجارية. فالاحتلال وآثاره زالت باقية إلى يومنا هذا، بالتالي 20 سنة والخمسين، هذا ما يجب أن تستمر عليه يعني الجهود الوطنية للتخلص من آثار الاحتلال. نعم، إذن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أنها باقية في العراق ولا تحتاج إلى تفويض. طيب، بالأمس الولايات المتحدة حذرت العراق من مغبة شراء منظومة صواريخ S-400 من روسيا، واليوم خرج المتحدث باسم العبادي الحديثي نافيا وجودها أصلا. لماذا برأيك هذا الرفض الأمريكي والاستجابة السريعة من الحكومة؟ السلاح هو من الصفقات المهمة في تاريخ العراق الحديث، وبالتالي الشراء وإبرام العقود أيضا مرتبط بقرارات سياسية وسيادية، فالصفقات التي تبرم باسم الحكومة وما ينتابها من فساد إداري ومالي في مثل هذه المنظومات والأسلحة تجاه مستهدف به المدنيين وليس تفاهم، فبالتالي هذه أيضا كارثة من الكوارث الجديدة التي تضاف إلى تاريخ العراق الحديث وما يصحبه من ويلات تجره في سبيل صفقات هذه الأسلحة المشبوهة. طيب، بحسب موقع انترسبت الأمريكي فإن عدد قتل المدنيين في عام 2007 في العراق وسوريا قد تضاعف بنسبة 200%. 2017 عفوا، قد تضاعف بنسبة 200% عن العام الذي قبله 2016. من يتحمل مسؤولية هذه التكلفة البشرية الباهظة برأيك؟ هو بالفعل عام 2017 كان الأعنف والأعلى يعني دموية جراء يعني الحروب التي استهدفت المدنيين أكثر من غيرهم، فبالتالي المسألة تتعلق ب 2017، يعني هل 2018 هو الأحسن؟ لا، مؤشرات بدايته هذه الانتخابات وإجراءاتها الهزيلة، فربما 2018 هو الأتعس إن لم يتحرك هذا الشعب والدول التي تهتم به ودول الجوار وغيرها والعالمي والدولي لتغيير هذا الوضع المأساوي الذي لا يتحسن سنة بعد أخرى. شكرا جزيلا لك من الدوحة الأكاديمي العراقي سيد أحمد كسار.